استاسيو ان فرانس تعودنا كل يوم بقى مظاهرة مش بيتعبوا الدمع عندهم من المظاهرات على طول Thank you.
بس مظاهراتهم حلوة يعني، رقص وغنى وموسيقى وشرب اهو زي ما انتم شايفين، وطالعين يتفسحوا. الموسيقى شغالة، الشعب الفرنسي معروف عليه انه بتاع مظاهرات على طول، يعني اي حاجة يطلع مظاهرات، مدمنين مظاهرات واحتجاجات. من دون شعوب اوروبا، الشعب الرئيسي الاول في اوروبا هو الشعب الفرنسي المدمن مظاهرات. نكمل هنا عند المحطة وجه المزارع بتاعتهم، بيطلعوا يتمشوا يتفسحوا ويقضوا الجميل زي ما انتم شايفين كده اهو، كأنهم رايحين البلاد. اي والله مظاهراتهم حلوة. طبعا في تأمين كامل، ما فيش عربية، ما فيش موتوسيكل، ما فيش عجلة حتى ماشية، عشان زي ما انتم شايفين يعني في اسعافات وفي كل حاجة، محترمين القوانين برضه. يبتدوا من اول الشارع من جوا، الشارع اللي شفتوه ده بالطول، بس انا ما كنتش معاهم من الاول، ويبقوا ماشيين كده يلفوا 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 الشارع ده كله لغايه العماره الكبيره البيضه دي، وبعد كده يخشوا شمال ويرجعوا لنفس النقطه اللي ابتدوا منها اللي هي الشارع ده كله بيبقى متقفل زي ما انتم شايفين، البوليس في كل مكان والإسعاف طبعا بيبقوا متأمنين والناس سلمية، ما فيش حد ماسك له مطوة، ما فيش حد ماسك له بشلة، إزازة مكسورة، ما فيش أي مشكلة بتحصل، الناس طالعة تغني وترقص بتحتاج سلمي. ما فيش هنا مش زي باريس، يعني هنا ما تلاقيش أي مشكلة خالص. باريس عشان مدينة كبيرة طبعا وبتاع، ويبدأ إيه
فيها مندسين زي ما بيقولوا، بس لكن هنا ما فيش الدنيا هذه. عربيات الشرطة لا إسعاف يا رب، عربية إسعاف صغيرة، حد أغمى عليه، حد مش عارف إيه، شوفوا مصورة فيا، عم تبقى متغطى تغطية جامدة. شوف الشغلة مقفلة فيه، كل ده مقفل، يلا نكتفي بهذا القدر، وألتقي في لايف آخر إن شاء الله. معلش اللي بيكتب والله ما شايف حاجة عشان الشمس، يعني لا مش مدينة نانت، مدينة أميا. أهو في حد كتب أميا، أمان. طبعا أنا سبتهم، أنا كنت عابر سبيل يعني في الليل، فجاء حظي وسطيهم كده. لا انا سبتهم يا عم، انا كنت دول فاضيين، عالم فاضي يا عمي، ده كل اسبوع نفس القصه، دول مدمنين مظاهرات اقسم بالله، بيحبوها يعني، بيجوا مدمنين يعني، اقل حاجه يطلعوا زي كده كل اسبوع، فبقيت عادي. كان الاول مستغرب الواحد في الاول، انا وقعت وسطهم كده، انا كنت في المدينه بجيب حاجه بصلحها كده، فلقيت دول ما مشيتش معاهم من الأول، برضو جيت في النص لقيتهم سابقيني. شوف زي ما انت شايف موقفين الحال وموقفين الشوارع، شوف الشارع كله واقف من امتى بقى، من متهيألي من الساعة 2 أو حاجة، هما لسه بقى بيتمشوا ويرقصوا موسيقى، بيجوا من شوف من هناك بيجوا يلفوا ده كله كله كله، والبوليس ماسكين يغير النقط بقى، لغاية ما يوصلوا هنا يلفوا الشارع ده، يلفوا شمال الشارع ده كله، برضو قدامهم ساعتين على ما يوصلوا للنقطة اللي ابتدوا منها، ده اللي بيطلعوا يتفسحوا، كأنها فسحة بالنسبة لهم بتاع. أنا هعدي في الممنوع عشان أتأخر، لفنين اللي عليه
تفتني بيت معلم اخضر كسر الإشارة. ننزل مع المحترمين دول الغلابة. شوف شايف المظاهرة فين؟ اللي معايا متابعني يعني شايف؟ لسه عند البرج هيجوا يلفوا ده كله ده كله 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 يعني قدامهم ساعتين تاني. ربنا معاهم، ناس فاضية دول لو جوا وجربوا العيشة بتاعتنا في مصر ولا في الدول العربية أقسم بالله لا هيبوسوا إيديهم معدولة مقلوبة على النعم اللي هم فيها. لكن لا، مرحبا صابر صابر، فكرتني فيلم حازم حازم بتاع كريم عبد العزيز. لا تجمع الدول العربية كلها، صحيح أنا آسف سحبتها، أنا قلت عن بلدي يا عم، أنا مصر. أنت يمكن من دولة عربية فيها الرفاهية فما تزعلش مني، أنا بحكي عن بلدي. أي حاجة وحشة أحكيها فأنا يبقى على بلدي على نفسي، ماليش دعوة بحد. انتوا احسن ناس، الدول العربية كلها على راسنا احنا، انتوا سيادنا يا عم. ماشي، مصر دي ولا حاجة، مش عايزين كده كده يرضيكم، كده يرضيكم. ماشي أنا سعودي وعايش حياة يحلم يعيش بها يا باشا على راسي. السعودية دول حبايبنا وإخواتنا وإحنا شعب واحد، وربنا رزقك ممكن أنت تكون بدل مني أو أنا أكون بدل منك، فأنت ما اخترتش مصيرك يعني. فربنا نزلك في السعودية أو اتولدت في السعودية، فهذا تقول الحمد لله وتبص بعين الرحمة والعطف للي مش في مكانك. بس ايه، ما تقولهاش بكبرياء انه يحلموا انه يعيشوا مكاني،
لأن الله بيبدل حال من بعد حال، ماشي؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس، فما تفرحش يعني. ممكن واحد فقير، ده عن تجربة، ناس فقيرة بقيت رجال أعمال، وناس غنية بقيت بتشحت، فربنا بيغير كل يوم هو في شأن. فاحنا برضو بنحب كل الشعوب العربية اخواتنا، وبنضحي من اجلكم ونقتل نفسنا. والله صدق بالله كنت اتمنى اكون مكان الجندي اللي استشهد ده، والله ببكي بقول ليه انا مش مكانه، كنت حصدت لي 20 30 كده والله العظيم. فاحنا نفديكم بروحنا يعني، ماشي؟ طب حبيبي ماشي يا عم، نبهزر معاك. حبيبي الغالي، والله فرصة سعيدة وشرف كبير لي، وأي حد يا أخواننا يجي فرصة فيكم يتصل بي، بس نوجب معاه. عارفكم أنا ناس تمام، بس حتى يعني نعزكم على كفي كده، ماشي؟ معرفة الرجال كنوز، وتيجي تزور المدينة اللي أنا عايش فيها دي، روعة. والله روعة، ولا تقول لي باريس ولا غيره، سيبك من الزحمة والنسوان والكلام الفاضي، هنا جمال الطبيعة. أمين يا رب، احسن ختمتنا. أمين يا رب. ماشي يا باشا، كفاية كلامك الحلو ده. المشكلة الشمس قوية النهاردة عندي هنا، زي ما انت شايفهم قاعدين من غير هدوم، درجة الحرارة 24، فبالنسبة لهم 24 دي التوب يعني، لو زادت عن كده هيموتوا. والله فبيوفروا الهدوم زي ما انت شايف. اللي احنا عندنا بتوصل 50 و60 وعايشين. أنا المشكلة مش عارف أقرأ الكتابة، الشمس قوية، يلا عيش معاك كأنك في فرنسا، شوف الفرنساويين بيعملوا إيه. في حاجات زي كده عندكم في السعودية؟ ولا لسه البنات ما وصلتش؟ احنا اليوم درجة الحرارة كام؟ 50. طب ما تقوليش ده بيموتوا هنا. بس عارف على فكرة، انت اسمك عبد الله؟ عارف لما بتكون 30 هنا زي 60 عنديكم، يعني لو زادت عن 25 هنا بيفرفضوا. أقول لك ليه، أنا لما بروح مصر في شهر 7 ده أقصى حاجة لدرجة الحرارة عندنا، شهر 7 و8 توصل الذروة يعني. هما بتكون في 60 والبتاع، بس بيضحكوا علينا ويقول لك 42 45، ف
فانت لما تقيس الترمومتر اللي معاك تلاقيه في 55 والكلام ده. نفس درجة الحرارة عندنا في الصيف لما بتبقى 30، هنا الرطوبة بتبقى عالية، يعني الرطوبة عندهم بتوصل 70 80، درجة الحرارة تبقى 28 30 32. شفت السنة اللي فاتت لما وصلت 35 الغابات بقت تتحرق. أهي من يومين درجة الحرارة في استراليا زادت، وصلت 28 أو كده، في غابات حرقت زي السنة اللي فاتت. ماشي عم أبو هاني، فرصة سعيدة والله على راسي. ربنا ييسر حالك وحالي. بس كنا نقول ايه، فنفس درجة الحرارة، يعني نفس درجة الحرارة لما توصل 30 زي 50 عندك بالضبط يموتوا، لأنه عندنا احنا مصر يمكن في الجنوب بالذات عشان الصعيد توصل 50 برضه، بس مش بنحس بيها، نحس بيها لما تطلع كده ايه تلاقيها سخنة، لكن في القاهرة وفي المناطق دي تلاقي ايه مفيش تنفس، تموت جسمك ملبك عشان الرطوبة بتبقى عالية. هنا بنبقى زي كده في الصيف، يعني شايف الراجل بيجري ازاي مسكين. بخر ميه، درجة الحرارة 24. انا نروح الغنم نطرح لهم، يعني انت هتمشي قصدك كده؟ تؤمر؟ لا حبيبي، ده شرف لي اني اتكلمت معاك، الأمر لله وفرصة سعيدة، وأنا تحت أمرك في أي حاجة، أي حاجة عايزها من فرنسا من باريس ضيفني عندك، وتحت أمرك في أي مصلحة. هذا المكان في فرنسا، عشان في حد بيقول لي هذا المكان. طب ما حدش معاه، خلاص نقفل البث ونشوفكم في بث آخر إن شاء الله.